معايا النهارده النجمه الصاعده المتالقه هبه عبد الغني. ارحب بيكي في البدايه وبقول لك متشرفه بيكي ومتنوره بيكي طبعا. ربنا يخليكي يا رب. ومبروك على حاره اليهود. الله يخليك. ميرسي. ربنا يخليكي يا رب. طب بالنسبه ان احنا في الذكرى الثالثه عم اسماعيل، عم اسماعيل المخرج الكبير اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه، تحبي تقولي يعني الله يرحمه؟ الله يرحمه. يعني انا اول مره مثلت فيها في حياتي كانت في 99 بروفيشنال، يعني هو اعمال دراميه تلفزيونيه مصريه. قبل كده كنت بشتغل مسرح 99 2000 بدات مع عم اسماعيل استاذ كمال عبد الحميد واستاذ محمد فاضل، وكان اول دور ليا فلاحي وبنت طيبه وبنت بلد كان في وجع البعير مع عم اسماعيل عبد الحافظ. مش هنسى نصايحه، مش هنسى توجيهاته، مفتقدينه الله يرحمه الله يرحمه ويرضيه ويصبر كل اهله وحبايبه على فراقه. بقول له انت استاذ موجود، انت موجود باعمالك ونصايحك واولادك الكتير اللي بيدعوا لك الله يرحمه. الله يرحمه ويخله ويسامحه. الله يرحمه ويخله ويسامحه. من اهم النصايح اللي كان المخرج الكبير اسماعيل عبد الحافظ بيقولها لك وانت فعلا نفذتيها كانت ايه؟ انا وانا صغيره كنت يعني انا بغني وبمثل، وبغني دي من وانا طفله خالص، فكان طول الوقت عادي بغني. فعم اسماعيل كنت دايما في الكواليس، كان الله يرحمه عبد الله محمود وكده، واحنا بنصور وجع البعاد كانت رانيا فرنشاوي ومنى زكي وعبد الله محمود ومحمد عبد الحافظ. فكنا كتير في البريك مثلا نقعد في مدينه الانتاج الاعلامي وفي الكافيه مثلا نقعد ناكل كده، كنت انا صغننه كنت لسه بدرس وكده بقى بطير وبقعد اغني وبتاع. فكان يقول لي لا ركزي، يعني مثلا نعمل مشاهد فيها عزاء او فيها دراما، ويقول لي اولا ركزي عشان الشغل بتاعك، يعني خليكي مركزه في مود المشهد اللي داخله تصوريه. وبعدين لما كلمت معاه طبعا عم سمير انا بحب اغني وكده وبفكر اغني، نصحني وقتها لا، يعني قال لي ما انصحكيش تغني وانت لسه ما حطيتيش رجلك في التمثيل كويس، اثبتي خدي خطوات كبيره في التمثيل وكمان تكبري شويه في السن عشان صوتك يثبت شكله وما تبقيش بتغني وانت. فعلا كان عنده حق، يعني اجلت الغنى شويه وفضلت مركزه في التمثيل الحمد لله رب العالمين. طب ايه ان اهم النصائح اللي كان بيوجهها لك كممثله؟ انا افتكر هو بس انه كنت انا طفله شويه وبهرج كتير وكده، فهو كان اكتر نصيحه كان يقولها لي وانا صغيره انه نركز ركزي اكتر. بس هو كنت مجرد ما اخش في النوم على طول بقى اعيط وكده، فبس دي كانت النصيحه، ما كانش في حاجات تانية مثلا مزعجه لي فكان بيلفت نظري ليها او كده، لا هي بس حكايه ان انا كنت بهرج كتير في الكواليس. كنت شقي بالذات وانا صغيره. لا وانت لسه صغيره ما شاء الله عليك. ربنا يرحمه وبتمنى الناس تدعي له، واحنا كلنا بندعي. الله يرحمه ويخليه ويسامحه، ودي الذكرى الثالثه ليه، ومحدش طبعا يقدر ينسى المخرج الكبير اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه. شكرا يا هبه.